معنا الآن عبر الهاتف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. أهلا بيك يا سيادة الفريق، بنبارك لك، بنبارك لكل رجال هيئة قناة السويس الأبطال. هذه الملحمة التي سطرت من قبلكم، نجاح تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة إلى نشاطها الطبيعي، ألف مبروك ليك ولكل رجال هيئة قناة السويس يا سيادة الفريق. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكر فضله على الدعم لينا، وبشكر رجال الهيئه وبشكر الرئيس السيسي طبعا على دعمه لينا واتصاله يوميا اكثر من مرتين وثلاثه في اليوم للاطمئنان على حركه عمل تعويم السفينه. كان حريص جدا ان هو يطمن بكل خطوه بتفاصيل دقيقه جدا. ايوه لدرجه ان انا كنت بشفق عليه ان انا بحكي له بالتفصيل، هو كان لا يقول لي قول لي بالتفصيل. معالي رئيس الوزراء، كل الوزراء بصراحه ما كانوش يوميا بيتصلوا بيا، بذل مجهود كبير جدا. مركب كانت صعبه، الحاله الكارثه اللي كانت فيها او الحادثه اللي كانت فيها كانت احنا بنقول عليها حادثه مركبه وحجم وجسيمه. ايوه تم بفضل الله وبسواعد رجال هيئه قناه السويس الابطال اللي ما ناموش بقالهم 6 ايام. صحيح. وانا معاهم، انا ما سبتهمش، انا في المركب معاهم كل يوم معاهم، بتواجد معاهم لغايه الحمد لله. كان قدام عينينا حاجه واحده بس، ان سمعه مصر. دي اللي قالها لي سياده الرئيس في اول يوم، قال لي خلي بالك انت على عاتقك سمعه مصر. الكلمه دي بصراحه خلتني خلاص ما بنامش، يعني مش ممكن، يعني لازم نخلص من فوق. فالحمد لله فضل عند ربنا، الحمد لله. وسمعت مصر الحقيقه في السماء يا سياده الفريق باللي انتم عملتوه، بالملحمه الكبيره اللي حدثت من قبل رجال هيئه قناه السويس. الحقيقه يعني ان احنا كنا بنتابع، ما زلنا بنتابع يعني هذه المشاهد، وبكل فخر واعتزاز رجال مصر الحقيقه اثبتوا قد ايه هم على قد المسؤوليه. صحيح 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 صحيح، مجهود جبار. صحيح. انا بقول ان المركب دي بالحادثه بتاعتها بالحجم بتاعها دوت بالحموله بتاعتها في اي مكان تاني بالطريقه اللي كانت معموله بيها الحادثه، انها تبقى بالعرض بتاع القناه. طول المركب كان اعرض اطول من عرض قناه السويس في الحته دي، يعني كان هي 400 متر والمكان ده كان 250. الموضوع ده لو بيحصل في اي حته في العالم ياخد شهور علشان تعمل عمليه تعويم للسفينه. ما هو علشان كده بقى عايزين نقول انه دائما لما يكون في يعني عمليه معركه ما بتتدرس بعد كده، يعني ما الذي حدث. بالتاكيد يعني ما وقع ده هيتدرس، انه ازاي احنا قدرنا في خلال 6 ايام ان احنا نعوم هذه السفينه، يعني هتكون تجربه لكل الشرايين المائيه الحيويه الموجوده في العالم يا سياده الفريق. عندك حق طبعا، هي لازم تدرس وهي مسجله وهنشغلها كذا مره عندنا على الحكايه، بحيث ندرب برضه المرشدين بتوعنا ايه الموقف ده ويتحل ازاي، وندرب كمان المرشدين العالميين. احنا بيجي لنا مرشدين على فكره عندنا في المحكمه من كل دول العالم بيتدربوا عندنا، هنشرح لهم السيناريو اللي حصل وازاي احنا نفذنا الخطه اللي حطيناها من اول يوم، ان احنا هنعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا، هو ده اللي اتنفذ بالظبط، ما اتغيرتش. حتى لما جه التيم اللي هو الهولندي عشان يساعد معانا، هو اول ما شاف الخطه قال لا الخطه دي سليمه وانتم شغالين مظبوط، وفعلا احنا ما غيرناش واستمرينا على كده ونجحنا الحمد لله. وكنتم متوقعين انه يعني هذا التوقيت بالفعل هيتم فيه تعويم السفينه، ولا كنتم يعني ايضا يعني بتتوقعوا انه يتم هذا بعد يوم او اكثر؟ لا والله عشان ما ابقاش كذاب، هي التوقع في الحاجات دي بيبقى صعب جدا. يعني انت دايما بتمشي يوم بيوم وتخلص الخطه بتاعتك وتنجز حاجه فيها وتقول طب الفتره الجايه هعمل كذا الفتره الجايه هعمل كذا، وتوفيق ربنا بقى ان ساعات ان احنا ننجز اكتر من اللي احنا كنا متوقعينه يعني. والموقع نفسه اللي جنحت فيه السفينه يا سعاده الفريق، يعني ما حالته الان؟ لا لم يتاثر، والنهارده ان شاء الله لما تعود الملاحه هيمشوا في المكان ده وهنشوفه كلنا كل تمام. وامتى هتعود الملاحه؟ النهارده ان شاء الله باذن الله. النهارده احنا المركب المركب ان شاء الله هتوصل للكبريت ان شاء الله. ايوه الساعه يمكن 7 كده ان شاء الله، على 8 النهارده بعد الظهر هكون بنعلن استئناف حركه الملاحه من الناحيتين. من الناحيتين ان شاء الله. طبعا احنا عارفين وشفنا صور يمكن بالاقمار الصناعيه لحجم السفن التي تكدست. أيوة في البحرين انتظارا لعبور قناه السويس. اعتقد ايضا يا سياده الفريق انه يعني زي ما بيقولوا ايه، رب ضاره النافعه، العالم كله عرف قد ايه هذا الشريان هو هام، هو حيوي. 12% من التجاره العالميه بتتنقل عن طريق قناه السويس، لانها الاسهل، لانها الاسرع، لانها الاقل تكلفه. كل ده اعتقد والآمن. يعني رسائل هامه جدا. والامن دي مهمه قوي. الامن مهمه جدا، اللي خلى المراكب دي كلها ما تمشيش تروح راس الرجاء الصالح، هو حاجه مهمه قوي انه الاقصر والامن. صحيح دي نقطه مهمه جدا. صحيح صحيح. طيب انا عايزك يعني توجه رساله لكل رجالك، رجال هيئه قناه السويس اللي قاموا بهذه الملحمه يا سياده الفريق.
انا طبعا بوجه لهم من هنا الشكر كبير. انا وقفت مع كنت على الكراكه مشهور طوال الفتره دي، جمعت الناس بتوع الكراكه مشهور شكرتهم على المجهود اللي بذلوه. بعد كده هبقى قاعده مع كل الناس ان شاء الله نشكرهم، لكن من خلال حضرتك انا بشكرهم جدا على المجهود اللي عملوه. كل الناس كانت بتشتغل، ما حدش فيهم كان بيفكر انه يروح او ينام او انا مش عايز اقول لك، يعني الناس ما نامتش بقى لها 6 ايام فعلا. يعني انا كنت موجود وبمر عليهم وبشوفهم وبشجعهم وعشان نستمر يعني في المجهود ده ونخلص المركز دي باسرع وقت ممكن. وما في شك ايضا يعني انه كلمات الرئيس لرجال هيئه قناه السويس يمكن يعني شحذتهم معنويا بشكل كبير. طبعا طبعا، هو الرئيس سيد الرئيس كان بيتابع معانا في اليوم، بقول لحضرتك مرتين لثلاثه كان بيتصل وانا كنت بنقل كلامه للاطقم وبقول لهم ان الرئيس هو اول يوم ما حصلت فيه الحادثه قال لي خلي بالك انت في رقبتك سمعه مصر، انت ورجال هيئه قناه السويس. كلمه طبعا ما اقدرش انساها لان هي دي اللي حركتنا بهذا القوة والجهد اللي احنا عملناه بدون ما نشعر بأي تعب. احساسك ايه يا سيادة الفريق والعالم كله كان بيتابع لحظة بلحظة عملية اعادة تعويم السفينة مرة اخرى؟ طبعا شعور بالفخر والاعتزاز بمصر كلها، ان احنا في دايما رجالة مصر في كل مكان، مش في هيئة قناة السويس بس، في الازمات بيظهروا برجل واحد، بيظهروا بقوة، بيجنبوا كل حاجاتهم الشخصية على جنب ويبقى مصلحة مصر والبلد هي نمرة واحدة. إلى أي مدى يعني الخبرة المصرية أفادت يعني هذه العملية، عملية تعويم السفينة؟ سؤال جيد والله، لأن هو فعلا احنا بنتكلم على أن الخبرة المصرية الموجودة في هيئة قناة السويس وفي عمليات الإنقاذ وفي عمليات الملاحة في قناة السويس خبرة متراكمة كبيرة جدا 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 من ساعة افتتاح قناة السويس من 1869، وهي موجودة هذه الخبرة تتراكم وتسلم من أجيال لأجيال. وعشان كده احنا وصلنا النهاردة ان احنا مركب زي دي بالحجم ده والحمولة دي كلها مركب تستغرق شهور عشان نقدر تعومها، خلصناها في 6 أيام. الحقيقه انه الخبره المتراكمه دي تاريخها ايضا مشرف يا سياده الفريق، يعني ما ننساش ابدا يعني المرشدين المصريين اللي استلموا زمام القناه وقت تاميم قناه السويس، والحقيقه انه ملحمه ورا ملحمه، ابطال بيسلموا ابطال. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا سيادة الفريق، فريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر كل رجال هيئة قناة السويس على هذا المجهود، هذه الملحمة البطولية التي سطرها رجال الهيئة في نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة وعودة الملاحة زي ما قال لنا سيادة الفريق النهاردة يمكن على الساعة 8 بالليل هتدخل السفن مرة أخرى إلى المجرى الملاحي لقناة السويس. 12% من حجم التجارة العالمية بيمر من خلال هذه القناة، القناة الأقصر الأأمن الأقل تكلفة في العالم، كل العالم واقتصاد العالم تأثر، وهناك من قال أنه تداعيات كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي أيضا هذه الحادثة يمكن أثرت بنفس الشكل على الاقتصاد العالمي، ولكن عادت الحياة مرة أخرى إلى قناة السويس